أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم غلاف بحث أو تقرير، طبعا من المواضيع المهمة جدا وكثيرة الطلب في الوقت الحالي، خصوصا في بداية العام الدراسي. طبعا في الغالب يكون حجم البحث أو التقرير هو A4، فضروري بالبداية أن نغير الحجم إلى A4، فنذهب إلى قائمة تخطيط ومن ثم الحجم، ومن ثم نتأكد أن القياس A4، لأن بعض الأحيان يكون عندنا المقاس هو لتر، ولتر هو قياس أقل من A4، لذلك أنه ضروري نخليه A4. الآن راح نضيف الإطار الخاص بالغلاف، طبعا إطار احترافي جدا تم تجهيزه مسبقا، راح يتم إرفاقه مع هذه المحاضرة. نذهب إلى قائمة إدراج، ومن ثم صورة هذا الجهاز. طبعا هذا هو الغلاف، نضغط عليه كليك أيمن، ومن ثم التفاف الناس، ومن ثم خلف الناس، حتى نقدر طبعا نحركه بهذه الطريقة. جيد، الآن راح نكبر الحجم، أصبح عندنا الغلاف أو الإطار. ممتاز، الآن راح نضيف الشعار الخاص بالجامعة أو المؤسسة. طبعا ممكن هذا الشعار يكون تغير، يعني إذا كان عندنا الغلاف أو التقرير الجامعي ممكن نخلي شعار الجامعة أو الوزارة، ممكن نخلي شعار الجامعة والوزارة، ولكن مبدئيا أنا راح أخلي شعار الوزارة فقط، وزارة التعليم العالي، بشكل مثال أو بشكل تجريبي. قائمة إدراج بنفس الطريقة اللي ضفنا بها الإطار، هذا هو الشعار، أضغط عليه كليك أيمن، التفاف الناس، ومن ثم أمام الناس. طيب، ممكن أصغر الشعار، كون بهذه المنطقة، ومن ثم طبعا كبر الصفحة، ومن إدراج مربع نص، رسم مربع نص، وأرسم بهذه الطريقة. مثلا أكتب وزارة التعليم العالي، مثلا جامعة بغداد، شارح كلية العلوم. طيب الآن ممكن أجري بعض التنسيقات، أغير نوع الخط، مثلا هذا الخط، ممتاز. من تنسيق الشكل، تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، إطار الشكل راح يكون بدون إطار، بهذه الطريقة. جيد، الآن راح أضيف عنوان البحث، ممكن هذا النص نفسه أستنسخه نسخ لصق، ممكن أرسم مربع نص جديد، لكن هذا يكفي. مثلا راح يكون الموضوع عن التلوث، طبعا كبر الحجم، هذه هي الطريقة. ممكن انه نزيد من المسافات، ممكن نغير الفونت الى فونت اخر، ممكن هذا الفونت اطوخ. جيد، ممكن نفس النص ناخذ من عنده نسخ لصق، نضيف كلمة التلوث بالانجليزي. جيد، طبعا ممكن يكون بلون احمر او حتى ممكن يكون احمر ماروني، اجمل. ممكن ايضا يكون النص كابيتال لتر، بهذه هي الطريقة، احرف كبيرة، ممكن يصغر، او ممكن يكون فقط حرف كبير ببداية الجملة، ايضا جميل. جيد، الان طبعا ممكن ناخذ نسخ لصق، هذه هي الطريقة. نكتب إعداد، طبعا نصغر نص، مثلا طالب، ولهذا اسم ممكن طبعا ناخذ نسخ لصق، ونضيف مثلا السنة 2024. بهذه هي الطريقة عندنا هنا طبعا النص والشعار مرتفعات إلى الأعلى، ممكن طبعا الشعار يصغر شوية والنص يكبر، ممكن نختار فونت آخر 16، وتباعد الأسطر ممكن يكون أقل، نرجع إلى تباعد الأسطر أو خيارات تباعد الأسطر، ونختار مقدار 0.8 مثلا. أصبح عندنا غلاف كتاب
احترافي وبسيط بنفس الوقت.